هذه الكفاءة الإنتاجية أو هذا التدريب ليس له معنى إلا إذا نتج عنه زيادة فرص العمل بالنسبة للمتدرب، وبالتالي ربط التدريب الفني بفرص العمل، ربط التعليم بحاجة العمل وحاجة السوق للعمل. هذا الملتقى هي خطوة ومبادرة لتحقيق هذا الغرض ولإتاحة فرص عمل جديدة أمام المتدربين وفقا لاحتياجات السوق. الملتقى سيتم الأسبوع القادم بعدد كبير من الشركات القطاع الخاص المنتجة في مصر، منها في قطاعات مختلفة، قطاعات الصناعات الهندسية، قطاع الصناعات الغذائية، قطاع السياحة، وبإذن الله ننجح في توفير عدد كبير من فرص العمل أمام الشباب. أحب أقول إن السنة اللي فاتت هذا الملتقى وفر 17,000 فرصة عمل، نرجو السنة دي إنه نوفر عدد أكبر بإذن الله. كل سنة وأنتم طيبين.